البط يا جماعة. شوف البط مراد يوقف. ما ندري ايش كذا راح يذبحنا، ما ادري ايش كذا صدنا. مراد يوقف كلش. فاين. طبعا الحين العموم قاعد يلقط، قاعد يلقطون هناك، وايضا هني قاعدين يلقطون الصيد. طبعا صيدنا وفير الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى، وبعدين فضل جهود الاخوان الاخ جاسم والاخ بدر ما قصروا، وانا طبعا
ايضا معاهم، والحمد لله توفقنا اليوم بالصيد. تقريبا اجمالي صيدنا بحدود 223 تقريبا حسب ما قالوا لنا الرقم. راح نشوف ان شاء الله بعد ما يلقطون، راح نشوف ان شاء الله العدد الفعلي وهو كم. طبعا هناك اخواننا هم محمد ديقان وجاسم سالم هناك هم، ونشوف ان شاء الله توقعات العدد الرقم الفعلي الكل. نشوفكم على خير بالفندق، مع السلامه.
samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Cariz de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo. بوس بطن سويت اليوم Life ain't all that easy, I can testify to that. It's been up and down and round and round to get to where I'm at. If you could see how I'm living in this old car I drive, well, you'd probably wonder and even ponder why I even wanna stay alive. So give me one more shot, I'll give it all I got. I got you, I get it. Fernando, jumped in. Ah!
you. قلت لك انا رميت فيه الصبح الحمراء يعني. قلت لك سودا ما قلت لك قارص وماي قاعدين تقول بقر واك 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 ايش هالحاله الدوب وايد احسن والله تمرمرنا هالبطل ما اشوف شيء وراك مشي اللي بشراء قبل شيء اي والله الحين بعد ورانا مشي طرات ترانزيت طرات ثاني الله يستر يلا طف الفيديو مالك لا تعور رايحين حداقة الحين نغير كله رمي كله رمي كله رمي رايحين حداقة واحنا متحدين الطراد هذاك احنا بنشقهم ويانا اريل شوف اريل اريل بنبطهم بط اليوم بنصيد اكثر منهم حداقة يا جماعة السلام عليكم ما شاء الله هذا الصيد يا جماعة صيد حمام وبط وسمك آخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم معكم أخوكم جاسم رويس والأخ العزيز الصديق الحبيب بدر هزاع الحمد وإحنا تقريبا حاليا في نهاية رحلتنا من الأرجنتين اللي تمتعنا فيها من رحلة صيد حمام صيد البط مع أخوي أحمد الكندري اللي هو متعة الرحلة والأخوان محمد الديقان جاسم السالم اللي ما قصروا الصراحة معانا في كل شيء وما واستانسنا في صيد الحمام وصيد البط وختمناها حاليا في الحداق وإحنا في تقريبا نهاية الرحلة مو كذي باقي لنا إن شاء الله 3 أيام راح نأخذها راحة إن شاء الله واستجمام
نقعد منتجع ان شاء الله بنستانس فيه راحة وقعدة دوانية وشبة نار وشاي وقهوة. والنصيحة اللي نصحنا فيها اخوي بدر في ان احنا نيجي الارجنتين فالصراحة تمتعنا في صيد الحمام وصيد البط، وانا انصح هواة الصيد اللي يحبون الصيد انهم يجون الارجنتين على الاقل مرة واحدة ويتمتعون في هذا البلد اللي احنا موجودين فيه وشعب طيب ما قصر. I've been watching you. La la la.